نقاط القوة اللي موجودة في النادي الإسماعيلي؟ وطبعاً نقاط القوة في النادي الإسماعيلي أكيد إن الفريق معهوش ضغط، يعني دلوقتي النادي الإسماعيلي تحول ربما مبارياتنا مع النادي الإسماعيلي في بداية الألفية الثانية كانت فيها ضغط جماهيري وضغط حماس، دلوقتي الفريق الإسماعيلي ما بقاش عليه ضغط، يعني الفرقة مش مطالبة بتحقيق شيء قدام النادي الأهلي أكتر من تلعب كورة كويسة، وأعتقد كمان وجود الكابتن طلعت يوسف، أكيد إحنا عارفين الكابتن طلعت يوسف يعني مدير فني متوازن، كابتن إيهاب جلال لحد ما بيبقى ريسكي، بيبقى عنده خطورة كبيرة، عنده مخاطرة في طريقه اللعب وفي الهجوم وكمان في عدد التمريرات. كابتن عبد يوسف على شكل النقيض طبعا عشان بس دي الوقت، كان معانا فيديوهات من مباراه الاتحاد والاهلي السنه اللي فاتت، كابتن عبد يوسف قدم قدام النادي الاهلي مباراه كويسه في صف الدور الثاني، ولكن انا بشوف ان اهم النقاط القوه اللي عند النادي الاسماعيلي بكره مفيش حاجه الفرقه مطالبه بيها، الفرقه بتلعب كوره سهله، وبالتالي احنا بقى مطالبين ان احنا ما نحولش المباراه لمباراه جماهيريه، يعني لازم لعيبه النادي الاهلي تفهم ان مباراه الاهلي والاسماعيلي في الوقت الحالي ما بقتش بنفس القوه الفنيه والتكتيكيه زمان، لا اللعيبه زمان كانت مختلفين، دلوقتي في فجوه كبيره، فلازم احنا نلعب على الشكل الجديد، ما يبقاش انا داخل احساسي اه ده ماتش اهلي واسماعيلي ماتش جماهير، لا ماتش عادي ماتش سهل، العب الكره البسيطه بتاعتك، واعتقد لو احنا عملنا كده هنقضي على كل نقاط القوه عندنا. اهم نقاط الضعف بسرعه جدا يا احمد،